ورجعنا لكم مرة أخرى، وطبعا برحب بضيفي الكريم والمحترم الناقد الرياضي الكبير أستاذ جودة أبو النور بالأهرام. أستاذ جودة إزي حضرتك؟ أهلا بك يا كابتن خالد، وهارد لك النهاردة على المباراة، لكن اللي جاي أفضل إن شاء الله. إن شاء الله، يعني هارد لك لجمهور الزمالك، لكن إحنا في المباراة نفسها يعني ما قدمناش حاجة كانت تخلينا نكسب النهاردة الصراحة. يعني والله يا كابتن خالد، يعني من وجهة نظري ان عقليه اللعيبه هي اللي بتفرق في المباريات، ولازم يبقى فيه خطاب لكل مباراه، ان انا ازاي كمدير فني او كجهاز فني احفز اللعيبه، عندهم دوافع وحوافز تختلف من مباراه لاخرى. يعني انا لما المباراه دي لما انا هفوز هيبقى يعني عندي 3 نقاط، هفرق بقى عن المنافس التقليدي وهو النادي الاهلي. فالخطاب مع كل مباراه مهم جدا جدا. والتحفيز، مباراه النهارده يعني الفريق مش في يومه، ولما تلاقي هذا الكم من اللعيبه ما فيش، يمكن هو زيزو، بن شرقي على فترات، وطارق حامد برضو على فترات، والباقي اللعيبه ما كانتش في يومها، وبالتالي كان منطقي جدا ان الزمالك يخسر. بس برضو زي ما بنقول، للمكسب خطاب، للخساره خطاب. نادي الزمالك نادي كبير، ولازم انت تبص يعني وراك كده هتلاقي كان النادي الاهلي بيتعادل 3 مباريات، وبالتالي دي بيخسر يعني مباراه ويتعادل ماتشين. يعني وبالتالي نزيف نقاط برضو، ولكنه استطاع انه قاعدة جمع ترتيب، وبالتالي كان النتاج حصل في مباراة وفاق سطيف والفوز ب4. في تقصير، في أخطاء، بس مش يعني عاوز إن نادي الزمالك يقع في الفخ زي ما وقع في الفخ وأنت في كأس أفريقيا، ومنتخب مصر بيعامل مباريات جميلة جدا ونتائج، والإعلام راح داخل في تجديد لاعيبة الزمالك، وخد من هذا الموضوع مادة فضل يتكلم عليها يتكلم عليها. وطبعا إدارة نادي الزمالك عايزة يعني ترتب هذا الأمر بسرعة، واللعيبة دماغها في أفريقيا، حصلت الضغطة اللي هي الفريق بيدفع ثمنها للنهاردة، تجديد العقود وهذه الأمور تتاخد بهدوء وببساطة. انت في نادي كبير وهو نادي الزمالك، وهدللك على يعني من الذكريات بايه، برضه باقوال رموز في انديه. يمكن كان بيني وبين الكابتن ياسر ريان مره حديث، انت كنت رايح الزمالك؟ قال لي كنت رايح الزمالك. وقال لي فعلا يعني كان الكابتن فاروق جعفر خلص معايا كل شيء، يعني بكره رايح نادي الزمالك. وفوجئت بالكابتن صالح سليم بيتصل عليا وبيقول لي يا ياسر احنا ما معناش فلوس زي نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده بوتيكات وعنده محلات وعنده فلوس، انت عاوز تلعب للنادي الاهلي؟ فقال يعني خطفني، وبالتالي قلت له العب لي النادي الاهلي. فالنادي الزمالك نادي كبير، يعني هذه المباراه ما ناخدهاش ان هي يعني نزيد الطين بله، لان لا، هي مباراه وعدت، بتحصل مباراة على فكره ساعات، يعني وبعد الكره ساعات بيحصل فيها كده والله، وارد جدا وارد جدا. بس اللعيبه، الجهاز الفني، يعني انا سعدت جدا بجماهير الزمالك وهي بتؤازر اللعيبه برغم الأداء وبرغم النتيجة وبرغم الخسارة، لكن ده تصرف حميد. إن فعلا الجمهور لازم يساند الإدارة. هو الواضح إن النهاردة كان دي أوف، يوم مش يوم الزمالك خالص في كل حاجة. يعني هو الزمالك وقع في فخ الاستحواذ، يمكن ربع ساعة كده كانت تقسيمة لعيبة إنبي ضربوا، ما بدأناش اللقاء صح. يعني كابتن حلمي طولان كانت لعيبة الإنبي وحلمي طولان مركزين أكتر وبيضغطوا علينا، ويعني مش عايزين يخلوا الزمالك. دايما أول ربع ساعة دي بتوريك المباراة رايحة لفين، لو أنت ورغبتك عاملة إزاي. النهاردة كانت الرغبة عند إنبي أكبر.
بس هو الزمالك في الربع ساعه الثاني كان مسيطر بالظبط، كان مستحوذ، وكان في فرص يعني محققه، ولكن هو التوفيق يعني خد المباراه ناحيه انبي. وبالتالي برضو لازم نعترف ان نادي الزمالك يعني في ظروف صعبه، مجلس اداره جاء وهذه النوعيه من اللعيبه، الفريق كان اداؤه مش قد كده في افريقيا، طبعا رحيل جهاز وتغيير جهاز. انا ما زلت عند كلامي، الزمالك ما زال يدفع ثمن رحيل مجلس المستشار مرتضى وتعيين لجان مؤقته. هذه الفتره هي اللي رجعت الزمالك وبطريقه صح. احنا كنا وصلنا لمرحله يعني اما كنا ماشيين في افريقيا وفي ما وصلنا نهائي افريقيا كنا ماشيين كان عندنا فرقه تقيله قوي. لا هقول لحضرتك كان عندنا فرقه تقيله قوي والاحتياطي اقوى من اللي بيلعبوا، وكنا فرقه تقيله قوي الا بقى ان ابتدت الفرقه يعني، وكان عندنا ناشئين جامدين جدا يعني في ذاك الوقت. يعني هو التعامل يا كابتن خالد وانت كلاعب مع مجلس مستقر ومجلس منتخب غير ما بتتعامل مع لجان اتحاد الكوره نفسه، وهو بقى اللجان يعني جاب الكره المصريه للخلف يعني، فده موجود صحيح. يعني وبدليل ان احنا اساسا احد اهم اسباب خروجنا من كاس العالم هو لجان ادت الى ان اهتمت بالدوري اكتر من تصنيفنا في افريقيا، فالدوري ادي ما زال دوري بيلتحم في دوري بيلتحم في دوري، وبقينا تصنيف تاني ورحنا لعبنا السنغال وخرجنا من كاس عالم. وبرضو العبث بالايه يعني كان الكابتن حسام البدري لاعب 10 مباريات ما خسرش، شيل وحط بشكل يعني انت يعني المهندس احمد مجاهد انت راجل رئيس لجنه مؤقته يعني جاي تيسير اعمال هتقعد فتره فما تاخدش قرارات مصيريه، فاخد قرار مصيري طبعا كيروش ورجعنا للخلف تاني. وبالتالي انا ما زلت عند رايي ان يعني ما زال الزمالك بيدفع ثمن رحيل مجلس المستشار مرتضى وتعيين لجان مؤقته. نادي الزمالك نادي كبير صعب لجنه يعني تتفهمه وتديره في وقت قصير. صحيح. واللاعب نفسه لازم نعترف ان مجموعه اللعيبه كانت مرتبطه بالمجلس ومرتبطه بالكابتن امير مرتضى، وكان في حاله حب وانسجام مع رحيل المجلس وجهاز الكوره، بدا كل لاعب يدور على مصلحته، وبالتالي حصل هذا التفكك والتراجع. المجلس بيلم الشمل حاليا، لكن لازم يبقى فيه يعني ادراك ان الامور مش سهله وانت الدوري لسه طويل، وانا اخسر يعني خساره مباراه لكن معايا 17 مباراه صحيح، وان اللعيبه دي برضو لعيبه كبيره لان لعيبه يعني الزمالك السنه اللي فاتت يا جماعه فكروني كده احنا نهينا الدوري بكام نقطه وتعادلنا كام ماتش واتغلبنا كام ماتش؟ انا فاكر السنه اللي فاتت فرق 4 نقاط باين يعني. احنا لغايه دلوقتي مغلوبين 3 ماتشات، مغلوبين سموحه ومغلوبين النهارده من امبي واتغلبنا من الاهلي وتعادلنا مع فاركو صح كده يا جماعه وتعادلنا مع البنك الاهلي، دي النقاط اللي احنا خسرناها صح. السنه اللي فاتت بقى ما خدنا الدوري كان برضو كنا خسرنا اكتر من ماتش على ما اتذكر يعني، وتعادلنا اكتر من مباراه برضو. انا عايز اقول لحضرتك ان يعني فاكر كنا خسرنا من بيراميدز والاهلي السنه اللي فاتت، ان اللي بينافسك دايما هو النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيلاقي مش متعود على ان حد يضغط عليه او يلاحقه، لما حصلت يعني الضغطه بيضرب لخمه يعني، ده لان هو النادي الاهلي متعود ان هو يبقى في الصداره في فارق مطمئن، لو خسر بيعرف يلم نفسه، لكن لما ينزف نقاط ورا بعضها بيحصل التوتر، وده اللي حصل مع النادي الاهلي قبل مباراة وفاق سطيف. السنة اللي فاتت احنا خسرنا ماتشين فقط وتعادلنا 8 ماتشات. السنة دي احنا لغاية دلوقتي خسرانين 3 ومتعادلين 2. طبعا التعادل كأنه هزيمة، يعني انت ما اتعادلت 8 مرات يعني خسرت 16 نقطة. هو يعني ما تتحسبش كده يا كابتن خالد، تتحسب
بالفرق بينك وبين المنافس. انت النادي الاهلي لو فاز مبارياته هيسبقك ب4 نقاط. بالظبط. اه بالظبط، هي بتتحسب كده. بس انا بقول يعني عامه السنه اللي فاتت على فكره كمان التعادل الثامن ده ما كانش له قيمه اساسا، اللي كان مع البنك الاهلي كنا احنا كده كده كسبنا. كانت حسم الدوري، كنا اتحسم. اه ما اتحسم بعد ماتش الانتاج الحربي وكنا فرق 6 نقط. بالظبط. اه لكن بنك الاهلي ده كان حاجه احتفاليه وتعادلنا في الماتش ده. فطبعا برضو لما تيجي تبص لظروف نادي الزمالك، لعيبه ما تحسمش موقفها، صحيح عقود تنتهي في شهر 5، عندنا مشاكل، مشاكل وعندنا اه كان عندنا مشاكل ماليه كمان، ومشاكل ماليه، وطبعا ومشاكل برضو فنيه، لانك انت كل في اخطاء، وانت يعني فيريرا في المباريات في اخطاء بتحصل، هو بيعالج، مع الاستمراريه هتقل الاخطاء. فبالتالي انا يعني اعتقد ان يبقى في وقفه وتبقى في دروس مستفاده، لكن ما نبصش للخلف. يعني في الغابه في حيوانات سريعه جدا، مثلا الغزاله اسرع من الاسد علميا، لكن هو الاسد بينقض عليها ويفترسها، لان دايما تبص للخلف وتضيع وقت كتير في النظر للخلف. صحيح. فانا يعني لا، النادي الزمالك نادي كبير، اللعيبه اللي موجوده حتى لو مستواها يعني تراجع بعض اللعيبه فيهم، لكن هو الزمالك جابهم وهم لاعبين كبار، وهم برضو كبروا في نادي وهم الزمالك، اللي يقدروا يرجعوا الزمالك للمرحله اللي يقدر من خلالها يفوز بالبطوله يعني. واهم بالتأكيد. حاجه زي ما قلت الماتش اللي جاي، لان دايما لما بتخسر ماتش بيبقى اهم ماتش بعد الخساره العوده، العوده بقى للانتصارات مره اخرى، عشان تبتعد من فكره المشاكل والضغوط اللي ممكن تبقى ملقاه على اللعيبه بعد اكتر من خساره او اكتر من نزيف للنقاط يعني. ما هو بقى دي مرحله ايه يعني، الوقوف مع النفس، يعني تشخيص الاخطاء، الخطاب ده برضو خطاب العودة، ان الجهاز الفني يقول ايه، يعني هو اللاعب ما الا عقلية، اذا قدرت تغير عقلية اللاعب فانت تستطيع تفعل اي شيء. وبالتالي زي ما يعني مراد طلائع الجيش، يعني هي بالنسبة لنادي الزمالك مهمة، برضو طلائع الجيش هيبقى حاسب حسابات ان الزمالك هينتفض، فمباراة مش سهلة برضو بالنسبة له. تعال نروح كده مع بعض نشوف الجدول الدوري العام يا جماعة، يعني تجيبوا لي الجدول، لان مثلا انا عندي هنا الزمالك توقف رصيده عند 41 نقطة وبيراميدز 35. وعلى فكرة بيراميدز كده لو كسب الماتشين اللي جايين، لو البيراميدز كسب الماتشين اللي جايين هيبقى زيه زي الزمالك، يعني هيبقى متعادل في النقاط مع الزمالك. كان الزمالك سابقه بمباراة ب3 نقط، لكن كده بيراميدز بكره هيلعب مع مصر المقاصه، بكره هيلعب مع مصر المقاصه في الكليه الحربيه، وطبعا بيراميدز يعني مرشح بصوره كبيره جدا انه يفوز على مصر المقاصه بكره. ممكن يصل للنقطه 38 وهيبقى فرق مباراه ليه كده يتعادل، وكده الدنيا سخنت ما بين الزمالك وبيراميدز والنادي الاهلي. يعني النادي الاهلي عنده ماتشات طبعا مؤجله، اعتقد عنده ماتش مؤجل مع الجونه، وعنده ماتش مؤجل مع الاسماعيلي، يعني عنده أكتر من مباراة مؤجلة، صح كده يا جماعة؟ وعنده كمان الإمبي، عنده مباراة الإمبي اللي هي كسبتنا النهاردة، عنده مباراة مؤجلة مع إمبي يعني. هو خسارة الزمالك يعني إيه، ولعت الدنيا. لأنها خلت يعني الناس تقرب من الأول والتاني في المنافسة، وبالتالي بقت المربع الذهبي هيشهد صراع ساخن. لكن زي ما انا بقول برضو ان لسه باقي 17 مباراة، وارد الناس كلها يعني صعب جدا، اصل هو الدوري محتاج النفس الطويل. تعرف طلع النهارده بالفوز امبي النهارده طلعوا فوق غزل المحلة وفوق سيراميكا، رغم ان سيراميكا كسب النهارده برضو، وفوق طلائع الجيش نفسه بقى زيه زي طلائع الجيش. لا يعني ام بي 23 نقطة وطلائع الجيش 23 نقطة، بس طلائع الجيش اتعادل الماتش الأخير أعتقد، وفي بكرة ثلاث ماتشات. غزل المحلة بكرة عايز يلعب، ام بي يعني 17 ماتش، غزل المحلة عايز يكسب بكرة، عنده الاتحاد، والاتحاد السكندري برضو عنده 19 نقطة،
يعني مركز لا يليق. ونادي الاتحاد في تخيل الاتحاد في بؤره الصراع من اجل البقاء. طبعا الاتحاد الاتحاد الاسماعيلي حتى المصري بورسعيدي والمصري بالظبط. ولكن انت برضو زي ما بقول يعني الفوارق مش كبيره ما بين الانديه في النقاط، وما زال انت معاك دور كامل طبعا مع المباريات اللي جايه. اعتقد ان كله هيحاول يعني الاهداف بقى، اللي عاوز ينافس واللي عاوز يهرب من الهبوط يعني هيخلي المباريات سخونه جدا جدا وما تبقاش في مباريات سهله يعني. صحيح. معانا الاهداف يا جماعه بتاعت الدوري. طب يلا تعالى نروح كده الماتشات اللي اتلعبت. يعني هي دي الكوره. محمد صبحي تسبب في خساره فاركو للثلاث نقط امام البنك الاهلي. كان البنك الاهلي خسران 1-0 من فاركو والوقت الضايع خلص، وراح طالع في كوره كده ما عرفش يجيبها، راح ضرب لعيب اتحسب ضربه الجزاء ودخلت هدف. النهارده في الدقيقه 96 ضربه جزاء سليمه مليون في الميه بيتم احتسابها، راح صادد الكوره وجاب نقطتين لفرقته كان ضيعهم قبل كده. وهي دي الكوره، هي دي الكوره، ما تبصش وراك، ما تبصش للخلف. يعني انت فعلا الخطأ وارد وكل النتائج وارده في كره القدم، لكن انك تتعلم من النتائج ايه وتواصل. صحيح. وده يعني هي دي لازم تبقى استراتيجيه للفرق الكبيره. صح صح. تعال نروح كده نكمل اهدافنا. طلائع الجيش والبنك الاهلي لهم تاثير وحضور. صح. يعني السنه دي انا شايف يعني مميزين. تعال نشوف ده النهارده جون ايبوكا جاب جون عالمي. تعال نشوف كده الاهداف اللي دخلت مرمانا برضو، نشوف الاخطاء الدفاعيه وايه سببها. طبعا دي كره برضو تانية، بس برضو هو الدفاع يعني مش مسؤوليه الحارس او الاثنين المسؤولين، لا الفريق كله، الفريق كله. فيعني لا تصد ولا ترد يعني. بالظبط. لا يسال عليها ابو جبل. لكن هو الجون الاول يعني يتحمل منه ابو جبل مسؤوليه كبيره. انت كحارس لما بتطلع فانت طالع بان انا هقفل زاويه معينه علشان مسؤول عنها، هو الزاويه المسؤول عنها ما قفلهاش بالشكل المطلوب يعني. طيب عايز اتطرق معاك استاذ جوده على فكره تنظيم نهائي افريقيا. انت عارف تنظيم نهائي افريقيا ده حصل جدال من امبارح، حديث المدينه دلوقتي. وفكره عشان انا اكون منصف يعني في المغرب شايفين ان ده حقهم، وهنا في مصر شايفين ان ده اخلال بالمبدا تكافؤ الفرص. يعني امور كثيره هنتكلم فيها، ولكن نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا، لان قضيه مهمه جدا طرحت على الساحه وطرحت كمان لفكره المستقبل رايح لفين. طبعا. لان الزمالك هيشارك السنه اللي جايه، وهل نظام المستجد ده صح ولا نرجع للاياب والذهاب والاياب طالما ما فيش دول بتتقدم لتنظيم هذه الاحتفاليه يعني. وانا فاكر زمان ما رحنا لعبنا في جوهانسبرج النادي الاهلي وكسبنا النادي الاهلي وخدنا السوبر افريقي، ابتدوا يغيروا، قال لك لا مش هينفع نلعب النهائي في دول لان الجمهور مش هيحضر. بالظبط. تسويقيا ما بتبقاش لا، خصوصا ان ممكن يكون الفرقتين مش من نفس الدوله، ما حدش هيحضر يعني. بالظبط. فرجعوا الماتشات. انا مش عارف بلعب في الدور 64 ذهاب واياب، بلعب في الدور ال 32 ذهاب واياب، بلعب في دور ال 16 خمس مباريات او ست مباريات ذهاب واياب، يعني مجموعه اربعه ثلاثه وثلاثه، يعني بتلعب ست ماتشات ذهاب واياب. في الدور الثمانيه ذهاب واياب، في الدور قبل النهائي ذهاب واياب، تيجي في المباراه النهائيه تقول لك هعديها لدوله. ما تلعب ذهاب واياب. بالتاكيد. هو طبعا هي محتاجه مراجعه. ممكن بعد الفاصل. يلا بعد الفاصل. بعد الفاصل يلا بينا. رغم الهزيمه والخساره اللي هي وارده في عالم الرياضه وفي عالم كره القدم، كلنا في ظهر الزمالك وكلنا بنتمنى ان شاء الله الزمالك الماتشات اللي جايه. فرحنا كتير الزمالك، والنهارده زعلنا، ان شاء الله نرجع نفرح تاني باذن الله. نرجع تاني بقى لقضايا مهمه حصلت الاسبوع اللي فات. اول قضيه كانت نتكلم فيها وهي المباراه النهائيه، ودي مش القصه مش اهلي ولا وداد ولا القصه، القاره السمراء
وكيف يتم يعني اختيار البلد. احنا عارفين اخر 3-4 سنين تقريبا بدأ فكرة اللجوء لمباراة واحدة فقط نهائية تقام في دولة من المفترض دولة محايدة او دولة يتم اختيارها قبل بداية البطولة. فوجئنا الثلاث بطولات اللي فاتوا او 3-4 بطولات اللي فاتوا لا يتم اختيار الدولة الا بعد بداية البطولة ووصولها لمراحل نهائية. واعتقد المغرب تم ترشيحها 4 مرات بسبب وصول الزمالك والاهلي للمباراة النهائية، تم نقل المباراة لمصر على ما اتذكر، ثم كونفدرالية تم المغرب يعني رشحت للمباراة. السنة اللي فاتت كانت المغرب برضو، السنة دي المغرب برضو. رأي حضرتك في الملف ده؟ هو طبعا لازم نتفق ان الكاف في مصر ما بقاش يعني لنا نفوذ فيه. خلاص انت بس لا تملك الا المبنى. انت بتتكلم مع 54 دولة يعني هي افريقيا السمراء. حتى لو انت كنت قدمت ملفات مش برضو مش هيجيبه لك مصر. عايز اقول حاجه تانية، المهندس انا بريده يعني ادق التفاصيل بيبلغها النادي الاهلي. ادق التفاصيل يعني بكلامه بلسانه يعني بتاريخه يعني حتى كان بيزعل جدا انه يعمل حاجات وما يتلقاش شكر من النادي الاهلي سواء محليا او افريقيا. تمام. يعني فبالتالي النادي الاهلي كان على علم بكل ده. لكن مع ان البطوله وصلت للامتار الاخيره، وطبعا زي ما بقول الوداد قوته في جماهيره. الوداد قوته في جماهيره. لما يكون معاه جماهير شكل تاني. بص يا استاذ انا مش عايز اناقش القضيه من اهلي وزمالك واهلي ووداد، مش دي قضيتي. انا قضيتي المستقبل في القاره. يعني انا دلوقتي احنا عارفين مثلا يوم 28 باريس هتستضيف نهائي بطوله دوري ابطال اوروبا، وده محدد ليها من قبل بدايه دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج من زمان. كل سنه بيتم اختيار المدينه اللي هتستقبل المباراه النهائيه دون العلم مين هيوصل لدور ال 16 اساسا. تمام. هنا السؤال، لماذا يتاخر او تتاخر القاره السمراء في اختيار البلد اللي هيكون فيها المباراه النهائيه، خصوصا ان التاخير بيؤدي الى ان في مشاكل. يعني بالتالي ولو انت عندك مشاكل طب ما تعود مره اخرى للنظام القديم وهو الذهاب والاياب. انا لو عندي 54 دوله مش لاقي غير 4-5-6 دول هم اللي بينظموا، يبقى ليه اعمل النظام كده؟ يعني انا عندي المغرب 4 مرات يعني تتقدم خدت منهم 3 مرات. تمام. كونفدراليه واتنين ورا بعض. مصر تقدمت مره خدتها عشان الاهلي والزمالك وصلوا المباراه النهائيه في النهائي اللي مفيش حد بيتقدم. يعني ازاي يعني مثلا حتى لما يكون في فكر مختلف في القاره السمراء، مثلا هو ليه عايزين نودي الكوره والنهائي في اكثر من دوله؟ عشان ننشر الكوره وننشر المتعه، لان كل دول افريقيا تشوف المباراه النهائيه. فالسنه دي مثلا في المغرب، السنه اللي قبليها في مصر، السنه اللي بعديها في جنوب افريقيا، السنه اللي بعديها في السنغال، السنه اللي بعديها في نيجيريا، السنه اللي بعديها في تونس، السنه اللي بعديها في الجزائر، السنه اللي بعديها في ليبيا. يعني قصدي ايه؟ هو نشر اللعبه. ايوه. هو انا عايز اقول لحضرتك، هو الكاف بيبص للمباراه دي كبطوله او النهائي يعني بطوله او حدث تقدر يعني تهديه لدوله. يعني في اطار بقى اقول فواتير انتخابيه، في اطار نفوذ، وبالتالي هو كان المتبع مباراه ذهاب واياب. وعلى فكره الكاف بيدرس الرجوع بقى للنظام القديم فعلا. لازم بقى، لانه انت عارف ان السنه الجايه المباراه النهائيه لدوري ابطال اوروبا فين؟ لا اسطنبول. يعني لسه من عام يعني كامل. لسه النهائي لسه يعني النهائي لسه ما تحد يعني ما تلعبش بتاع السنه دي. وحددوا السنه اللي جايه. بس انا هقول لك ان اوروبا يعني حتة ان هم كتلة واحدة، فممكن تلاقي الزخم الجماهيري في اي مكان. لكن الكاف بصلها من ناحية التسويقية. انت لما هتلعب مباراة اهلي ووداد في السنغال ما حدش هيحضر صح خالص، يعني مش هتجيب اي حاجة. لكن فانت كان قدامك يا مصر يا اما المغرب. مصر ما تقدمتش على فكرة. مصر ما تقدمتش. والنادي الاهلي كان يعلم
يعني ان هو النهائي هيمشي في هذا الاتجاه، ان هو يعني يا في دوله محايده يا في المغرب، يعني الناس هتقدم وفي تصويت على الاختيار. وبالتالي تصويت لصالح المغرب 16 ل 3 للسنغال، بعد كده السنغال انسحبت وخلاص المباراه في المغرب خلاص. ما انا بقول لحضرتك نفوذ المغرب في الكاف قوي جدا قوي جدا، وهو في النهايه عشان نكون بس بقواعد هو ده مكتب التنفيذي يعني 19 واحد، وانا عندي دولتين اتقدموا ما عنديش مصر ما تقدمتش وما عندي دولتين فبختار ما بين الدولتين. هو يعني الموضوع كله يعني كان في ملعب النادي الاهلي، انت يعني عارف ان فريقك يعني الزمالك والاهلي دايما بيدخل عشان يصل للنهائي مش بيدخل. سوى قولا واحدا خلاص، يعني قولا واحدا اعتقد يعني احنا لو احنا عندنا تفكير نبتدي من السنه دي نقدم ان احنا عايزين نستقبل مباراه نهائي السنه الجايه. ما هو برضه انت حضرتك هتقدم بس في مكتب تنفيذي ماشي تصوير. ما انت هتقدم في النهايه تقدم بس السنه الجايه، لان احنا برضه الزمالك والاهلي هيخشوا السنه الجايه في البطوله، فممكن اي فريق منهم يصل. المفروض بقى يستفيدوا من الدرس لكن انا بقول ان الكاف هو مال لانه يختار المغرب عشان التسويق للمباراه، لان طبعا هيبقى في حضور هتبقى فرصه الاهلي في الجمهور، يعني طبعا ما تبقاش فيه تكافؤ فرص، لكن خلاص هي دي قواعد اللعبة. احنا ما قدمناش، احنا كنا عارفين النادي الاهلي يعرف كل كبيرة وصغيرة، فبالتالي تمام. بس هو عامة نظام الكاف بيبقى المباراة النهائية بتقسم ما بين الفريقين يعني من حيث عدد الجماهير اعتقد. هو مزيد من النقد هيعمل حساسية ما بيننا صحيح. وبين المغرب. مش عايزين نخش واحنا مش عايزين في خلاف شديد، يعني خلاص المغرب هتستقبل اللقاء. يعني انا بتذكر يعني مقوله من قاسي سعيد كنت يعني عملت محور، قال لي طبعا نجم الجزائر السابق يعني هو بصراحه من يعني عشاق مصر وعاش فرنسا في الوقت ومحبي انا قابلته في الجزائر وهو عايش في فرنسا. قال لي بص احنا نعرف ان مصر اكبر دوله عربيه وان هي لها افضال على الجزائر ونموت فيها بس الا كره القدم. فاحنا لازم نتعامل بهذا المنطق. يعني هي بص على فكره بس احنا عشان دايما الاخوه الجزائريين حبايبنا وبيتفرجوا علينا، مصر ليها افضال على الجزائر والجزائر ليها افضال على مصر، وان احنا الاثنين بنكمل بعض. عشان على فكره النشيد الوطني للجزائر اللي ملحنه محمد فوزي صحيح. النشيد على فكره النشيد الوطني لاكثر من دوله وموريتانيا واكثر من دوله يعني واللي كتبها كتاب كمان ادباء مصريين او كتاب شعراء مصريين. انا نفسي ان احنا نتغير ان دي كوره ورياضه بالظبط، يعني نشتغل فيها خلصت المباراه انتهى كل شيء. طيب نرجع حبايب تاني، نروح بقى لرابطه الانديه قررت زياده عدد الجماهير ل 5000، رايك في هذا القرار؟ هو قرار ايجابي يعني لان احنا يعني عوده الجماهير دايما بالتدريج يعني، وانا شايف ان العدد الاول التجربه نجحت، كان فيه سلوك يعني حضاري الى حد ما من الجماهير، وبالتالي ده يشجع انك تبقى الخمسه تبقى 10 تبقى 20، لان ده برضو التسويق ده يعني حضور الجماهير يعني جزء مهم جدا في التسويق، ومهم ايضا بالنسبه لي يعني اللعبه نفسها. صحيح. انا يعني عايز كمان ميزه ان احنا كمان من دور الثمانيه النادي الاهلي دخل 20000، احنا كنا بنطلب ده يوم امام الوداد كانت مباراه مهمه ما كانش فيه موافقه يعني الا على 5000، فحتى كمان بدايه من السنه الجايه حتى من دور ال 32 نبتدي بقى في افريقيا الفرق المشاركه في البطولات الافريقيه زمالك اهلي بيراميدز واتيفر اي فريق يعني فيوتشر الفرق اللي هتبقى اول اربعه يسمح بدخول 20000. هو الجمهور في يعني في الاتجاه الافريقي ما فيش منه مشاكل يعني انت لما تحضر للزمالك 50000 مش هيعملوا مشكله. 60000 كان ماتش السنغال مش هيعملوا مصر والسنغال كان 60000، ففي افريقيا ما فيش مشكله وانا ادعو ان احنا نزود العدد وما فيش اي قلق، ودايما بس هو غياب الجمهور بيبقى علامه استفهام. يعني انا بقالنا كتير بقى خلاص انا بقالنا 10 سنين دلوقتي، يعني الدوري السوري بكل اللي فيها سوريا ده بجمهور بجمهور انا شوف يعني سافرت سوريا ويعني في برضه في الظروف دي وحضرت مباريات وشفت وبجمهور. فهو غياب الجمهور يعني علامه استفهام، فاحنا نتمنى هي حاجتين بس. دي بدايه كويسه من الرابطه صراحه، الرابطه عامله شغل كويس
من ساعة ما مسكت يعني، بدأت ب 2500 وبعد كده دلوقتي 5000 ورخصوا التذكرة من 100 ل 75 هو ده المسار الطبيعي لعودة الجمهور، على الجمهور ان هو يتحمل المسؤولية. وبرضو احنا برضو كرابطة أندية ان هي بتاخد القرار، لازم يحصل هذا التكامل ونشوف بقى المدرجات تعود. انا فاكر يعني مباريات اهلي وزمالك لما كنت ابقى احضر في الاستاد، يجي واحد يقعد على السلم، كنت يعني اهزر واقول له ده المكان ده محجوز وهو سلم من كتر انا فاكر طبعا يعني. ياما كلنا رحنا للاستاد، نروح المباراه نسيب العربيه الاهرام قبل الاستاد ب 2 كيلو ونمشي الشويه دول على رجلينا. صحيح. فطبعا يعني كلنا ذكريات دي كلها ذكريات جميله. وطبعا يعني اشاده طبعا بالامن المصري، هو قادر على تامين اي حدث واي مباراه. صحيح. وطبعا وعي الجمهور مطلوب. وترجع بقى ملاعبنا تاني المفروض بالحماس. يعني احنا نظمنا كاس عالم لكرة اليد، نظمنا كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة، نظمنا كاس الامم الافريقية للكبار 2019، نظمنا بطولات كبرى، فلابد خلاص لازم جمهورنا يرجع بقى. ده اكيد. وانا اتوقع ان الايام اللي جاية يعني تكون يعني ايه عودة للجمهور، يعني ممكن الموسم الجديد على نرجع الجمهور يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نتمنى بنسبة كبيرة يعني. نتمنى. طيب نروح بقى لقرار مهم جدا وانا يعني بشيد بيه بصوره كبيره جدا، رابطه الانديه او اتحاد الكره بيع رفض انتقال المدربين في وسط الموسم من نادي النادي. حصل فجاه كابتن عبد الحميد بسيوني ترك المحله وراح مسك سموحه. وبعد كده كابتن احمد سامي ترك سموحه وراح مسك سيراميكا، وكابتن تامر مصطفى ترك المقصه وراح مسك الجونه. وقبليها كان كابتن محمد عودة ترك المحله وراح مسك المقاولين. فبدا بقى صلاح الاتحاد يعني بالظبط. وعملنا صلاح الاتحاد بس كان الاتحاد عشان حسام حسن كان بقاله فتره مش يعني نتائج وسوء نتائج وكده. فرايك في القرار دوت؟ والله هو يعني يعني ليه حيثيات. طيب انا ذنبي ايه لو النادي اقلني انا كمدير فني يعني اقعد بقى في البيت السنه كلها؟ لا، ما هم انا كلمت يعني الدكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد، فقال لي احنا بنلاقي حيثيه ان النادي دلوقتي هيكون انت اوريدي هيكون عندك شرط جزائي، بجانب ان النادي هيتحمل راتبك الى حين ان تتعاقد مع نادي اخر بعد نهايه لو انت فسخت في النص. ما هي قصدي لكن لو انت اللي مشيت لا، هي عامله زي محكمه الاسره كده. لازم يبقى فيها سماع للطرفين بالظبط، لان انا كمدرب ممكن ما اوافقش. طب انت كنادي يعني تمسك فيا ليه؟ طيب فايه هتقلني؟ طب انا ممكن الاقي حظي في نادي تاني. فهي محتاجه انك تسمع المدرب وتسمع النادي ويبقى في قرار فاصل. لكن ما ينفعش مثلا واحد يسيب نادي وايه بدون سابق انذار كده ويروح لنادي تاني، دي بقى اللي نقف عندها. لكن هي في المجمل هتعمل نقطه نظام، لان في احنا كنا بنكتب عليهم ويقول لك مدربين كعب داير بالظبط، هو بيلف ونلاقي وتلاقي فاشل هنا في النادي ده، فاشل هنا في النادي ده، في رجع تاني فاشل هنا، لان بيبقى عنده وكيل هو اللي بيوديه ويوجيه. هم اللي عاملين عمليه تدوير اللاعبين والمدربين، هم تدوير المدربين كمان وتدوير المدربين. هم ده احيانا بيتدخلوا يعني ممكن في اللعيبه يمشوا مدرب عشان المدرب ده مش هيمشي صفقات بالظبط يعني. يعني دي بتبقى يعني لعبه مش نظيفه يعني، لعبه يعني ايه. فبالتالي انا شايف ان رابطه الانديه لما دخلت ايدها في هذا الملف هي موفقه، بس يبقى فيه تحري الصدق بحيث لا يظلم النادي ولا يظلم المدرب. صحيح. يبقى في نظام وسيستم، هي نقطه نظام يعني نظام وسيستم. والله يعني ليها كذا اقتراح يعني. انت لو مدير فني مثلا يحط في تعاقده 6 شهور مثلا شرط جزائي لو مشيتني، وبرده الانديه فاهم قصدي، فحتى لو مشي وقعد 6 شهور او واخد مرتبه الى حين ان يتعاقد مثلا، وبرده انا كنادي برضو اخاف على نفسي. ما انا برضو ما ادفعش 6 شهور لمدرب خسرني يعني. برضو لازم الانديه تراعي ده في التعاقدات. انا هقول لحضرتك حاجه بقى، انا كاداره سليمه قبل ما اتعاقد مع اي مدير فني هفحص بقى، هفحص واركز ان ده هو ده اللي هينفعني، ولا اقيل مدير فني قبل 6 7 شهور فاهم قصدي. والاقوى ان النادي بيصبر على المدرب،
لكن المدرب ساعات ما بيجي له فلوس اكتر ويجي له نادي اقوى في منتصف الجدول، هو ماسك مثلا نادي في مؤخره الجدول ونادي مثلا في محافظه والتاني في القاهره فبيروح مفضل مصلحته بالظبط، فساعتها هيعمل الف حساب انه والعقود برضه يا كابتن خالد يجب ان عقد النادي مع المدرب يتضمن ده. انا ممكن اقول له ايه، انا ممكن بعد كذا، ما هو بقى العقد شريعه المتعاقدين، يعني انت هتحقق لي كذا كذا كذا، ما حصلش خلاص. بس طب بالنسبه نروح بقى لنجمنا محمد صلاح، رايك في وصوله للمباراه النهائيه وتوقعاتك لهذا اللقاء؟ محمد صلاح طبعا يعني اسطوره بمعنى الكلمه من وجهه نظري، يمكن انا 15 سنه اكتب عن المقاولين وتعاملت معاه وهو راقي جدا حتى في الالقاب مع الناس، وبالتالي هو عامل حاله العالم كله بيتكلم عليها يعني، فبالتالي لازم نفخر بيه، واحنا لازم يعني اللي ينجح نكبره ونحافظ عليه. يعني احنا بنشوف جماهير ليفربول بتتغنى وتالف اغاني وحاجات جميله المفروض نتعلمها، يعني مش في يوم وليله نهدم المعبد وينهار الرمز. فصلاح يعني طبعا انا بس تحفظت على تصريحاته في ان انا يعني عذاب ريال مدريد ده يعني بيبقى ليه تاثير سلبي. يعني تخيل النهارده لو لاعب من انبي طلع وقال سنفوز عن الزمالك، ما كانتش حصلت النتيجه دي. اللي هو يعني بيستثير الخصم وبيخليه يركز اكتر. اتو النهارده لما قال انها الحرب، هل احنا خرجناه بالظبط؟ فهو ده يبقى ايه، انت بتحفز المنافس. لكن هو صلاح طبعا برضو ايه كان يعني نفسه يعني يحقق هذا الحلم وانه يسقر فعلا، بس كان خلى ده جواه. لكن صلاح نتمنى له التوفيق، هو قيمه وقامه كبيره كلاعب، وصراحه بيعجبني فيه شخصيته في انه مسخر الرياضه لخدمه المجتمع، ما بيعملش زعيم، وده المطلوب من اللاعب. انا بشوفه في الاعمال الخيريه بشوفه مساند للبلد، وده مطلوب ان كل واحد يعني في موقعه يكون حبه لبلده جزء منه ومن شخصيته وتمثيله المشرف لبلده يبقى رساله بالنسبه له. انا عايز اقول لك حاجه، ان انا عايز اشيد جدا بمحمد النني. محمد النني متالق الثلاث ماتشات الاخرين، والارسنال دخل في مركز رابع للتشامبيونز ليج في بانتصاراته الاخيره، اخيره كان اعتقد ليدز يونايتد، وابتدوا تفكير جدي في انه هو يجددوا له عقده، وانا كنت شايفه هو طالع في الملعب الجمهور كله بيسقف له. هو طبعا نني برضو على خطى صلاح، ودول على فكره يا كابتن خالد كانوا اكتر اتنين صحاب طلعوا مع بعض من المقاولين. لما يكون لاعب مش من الزمالك والاهلي بالظبط بينجح اكتر، لا ويستمر، ما هي العبره النهارده اللعيبه اللي شفناها. لا ما هو عشان ماشي مش نجم قوي هنا وماشي ما بياخدش فلوس كتير. انت عارف اللعيبه اللي بتاخد فلوس كتير وبتاخد نجوميه رهيبه فبيبقى ما بيجي يحترف يقعد ربع ساعه ويرجع. هي الاستمراريه يا كابتن. شخصيه يعني شخصيه تبقى عندها القدره على التحمل. انا نفسي يعني حتى والانديه بتتعاقد مع اللاعب، انا مش عشان جاب جون ولا لعب مباراه ولا ايبونا لعب مباراه، انا قيم ايبونا ده الموسم. يبقى في تحليل اداء، ده استلم كم كره وعمل كم اسيست وكم هدف، وبالتالي لما تيجي تتعاقد ايبوكا مش ايفونا، ايبوكا ايبوكا ايفونا ده بتاع الاهلي ايبوكا. فبالتالي يعني انا بحيي نني وصلاح على الاستمراريه. هو لعب يعني 14 مباراه السنه دي، طبعا النادي الارسنال برضو تقييم بقى اللاعب، يعني هو قيمه في المباراه اللي لعبها فهو ليه دور. خد بالك هو مش بيقيمه بس كلاعب، شخصيه النني محبوبه جدا جدا لا داخل مباراة الملعب، والمدير الفني بيحترمه جدا وما بيعملوش مشاكل. لا هو كمان خارج يعني في غرفه خلع الملابس بالظبط ليه دور بالظبط، وده برضو على فكره ما هي احنا ما انا ممكن اجيب لاعب، احنا مشكلتنا ان يبقى عندك اللاعب اللي هو الموهوب والخلوق اللي ما يصيرش مشاكل. انا اهم حاجه عندي امنيتين لنجمنا محمد صلاح، ياخد هداف الدوري الانجليزي، عنده منافسه مع سونج شديده جدا الكوري الجنوبي، وياخد دوري ابطال اوروبا.
هو طبعا هو والدوري الانجليزي على فكره سون ولا سون هو على فكره في حتى الدوري الانجليزي هو المنافسه مع يعني بالظبط ده فرق هدفين تقريبا دلوقتي هدفين وحتى فرق النقاط يعني برضو ليفربول برضو يعني يستطيع انه يفوز بالدوري الانجليزي وبالتالي محمد صلاح بنتمنى له التوفيق هو يستحق وهو نموذج للاعب المحترف اللي هو كافح ونجح اخيرا بقى قدامي دقيقتين تصريحات ايهاب جلال في المؤتمر الصحفي ورايك في تولي المسؤوليه ووجهه نظرك الفتره اللي جايه هو طبعا الكابتن ايهاب جلال كان الله في عونه يعني انا ما زلت عند رايي اي مدير فني لمنتخب ليس من الاهلي والزمالك فهو ما معوش دعم اعلامي الا بقى الايه العقلاء والوسطاء يعني ودول كلهم وبالتالي هو في اختبار صعب لازم يقدم اوراق اعتماده في الملعب اداء فرقته اختياراته ما يبصش لانتقادات الاعلام هو الاعلام برضو احنا تعودنا ان احنا نقول ايه المدير الفني بيبقى سي في طبعا يوضع سره في اضعف خلقه هو خد الفرصه واحنا برضو بندعمه ونتمنى ان هو بقى يعني يستغل الفرصه انا اتعاملت معاه هو بصراحه راقي جدا جدا محترم نيابه ابن ناس ومؤدب وكل حاجه علميا بصراحه شاطر جدا يعني وبيذاكر وبيتابع وكل حاجه بس هو مشكلته زي ما حضرتك قلت حاجتين ولا كان نجم كوره يعني ما كانش نجم في الزمالك او اهلي او منتخب مصر مثلا زي حسام حسن مثلا ولا كمان السي في بتاعه ما دربش منتخبات ولا منتخبات ناشئين ولا خد بطوله هو ده وزي ما حضرتك قلت ولا من الاهلي والزمالك فمفيش حد هيبقى لا اصل انا لو من انا من الزمالك بيبقى معايا 50% وبرده ايه اللي هم من الاهلي اللي هم المحايدين لو انا من الاهلي برده معايا 50% والمحايدين من الزمالك فده برده بيساعد هو صحيح الاعلام صحيح مهم صحيح جدا صحيح عشان تنجح حسام البدري احد اهم اسباب رحيله الاعلام ان هو ما كانش محبوب من الاعلام بالظبط لكن برده هتلاقي في ناس بتدافع عنه صحيح. يعني برضه ليه بالظبط اهو دي مشكله يا كابتن خالد رساله لكل لاعب كوره اتعلم ان انك في شغلك جزء من الاعلام ازاي تتعامل مع الاعلام ومع الصحافه صحيح ويبقى يعني في تصريحاتك في انك تاخد المسانده تاخد الدعم صحيح استاذ جوده ابو النور بشكرك على تواجدك معايا النهارده بشكرك يا كابتن خالد وكل سنه وحضرتك طيب وان شاء الله كده الزمالك يعود اقوى باذن الله ويعني هختم بس بعزاء العميد محمد الله يرحمه ابو السعود عزاء للنادي الاسماعيلي طبعا طبعا وطبعا عزائنا لمصر كلها في شهدائنا الابرار مصر دوله عظيمه وكبيره وتعرف قيمه مصر لما بتخرج بره وتقول انا مصري ده مش كلام ده دي حاجه جينات صحيح. وربنا يحفظ مصر كده ويمكن كمان حضرتك فكرتيني رحم الله شهداء الوطن الملازم والجنود اللي توفاهم الله او استشهدوا وهم بيدافعوا عن بلدنا يعني ربنا يرحمهم يا رب ويجعل الجنه مكانهم واكيد هم في حته تانية افضل من هنا احنا بنسافر بره لما بتبقى بلدك قويه تسيب باسبورك في اي سفاره تاخد التاشيره صحيح. لو عندك دربكه ما حدش هيقول لك اتفضل صحيح فربنا يحفظ مصر يا رب دايما كده يا رب شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لكل مشاهدينا المحترمين بكره اشوفكم في حلقه جديده من برنامج زملكاوي تصبحوا على الف خير